مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب التنزاني في الجولة الأولى من بطولة كأس إفريقيا لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك شراء في قناة فهذا كثيرا وشكرا لكم ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب استاد لورومبوكو بمدينة سان بيدرو في تم الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب وسوف سوف مباراة المباراة عبر قناة بي ان سبورت اف كون الناقل الحصري ديال دي المباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب المغربي ونضرب لكم موعد في موعد قادم